اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ معانا بساطه سهوله مرونه. معانا صدور فراخ ومعانا حبايه اناناس. انا بجيب المشتريات بتاعتي، بحب دايما اروح عند بتاع الخضار استمتع بنعم ربنا علينا من خير ارضنا، فواكه لطيفه، يستفند، برتقال، غاوي اشتري الحاجه بنفسي. فشفت الاناناس في عز جماله ودلعه، فجبت حبايه اناناس ممكن يكون سعرها دي تعمل 50 60 جنيه، بس لطيفه وحلوه. الاناناس مفيد جدا، فيتامين سي ومعادن وقيمه غذائيه عاليه جدا، وحاجه مش موجوده دايما. حابب النهارده اعمل مزيج ما بين صدور الفراخ مع الاناناس، لها فكره هشوف نعملها مع بعض ازاي. الطبق ده مشهور في بعض المطاعم ولكن بيكون سعره غالي. معانا كمان محاشي النهارده مشكله، بس المحشي النهارده بتاعنا مش ورق عنب ولا كرنب. معانا كوسه وبتنجان اللي هو اليالنجي من المطبخ السوري او المطبخ الشامي، يعني المحاشي اللي هي بالزيت بتتحشي بقدونس ورز، دبس الرمان في ليفر، وبيبقى طعمها لطيف. زيت الزيتون هنا ودبس الرمان بيكون مسيطر على الطعم. معانا سلطه بتعالج الانيميا لمشاكل الانيميا، بما كمان ان احنا يعني محتاجين ندعم ولادنا. سلطه البرجر بالذره، هشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مش عايز اطول حضراتكم، تفاصيل كتيره في الحلقه وافكار بسيطه وسهله ومطبخ متجدد. نشوف مع بعض دجاج بالاناناس. يا ناس يا طيبين، مقادير على الشاشه. حبايه اناناس، فراخ اللي هي صدور، معانا زبده، بصل وتوم، ونشوف نعمله مع بعض ازاي، ومعلقتين دقيق. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هاخد الفراخ دي اتبلها واقطعها تقطيعه حلوه كده عشان الاناناس بتاعنا. اللهم صل على النبي. اخد هنا كده صدور فراخ بالشكل ده كده، حلوه طازه. حلو، نقطعها مع بعض كده شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم، سكينتك تكون حامية. تاني مرة قطع القطيعة دي كده عشان الفراخ دي بعد ما تستوي بالطريقة اللي أنا عايزها دلوقتي هنبدأ إن احنا نرصها بداخل الأناناس. طب واللحم بتاع الأناناس يا عم الشيف هيروح فين؟ اللي جوه حباية الأناناس دي اللي احنا ممكن ناكله أو نستخدمه مع فروت سلطة. هنشوف مع بعض دلوقتي. فراخ بالشكل ده كده. ونجيب صدور الفراخ اللي هي متوسطة الحجم. بتشوف صدور فراخ كبيرة؟ يفضل طبعا تجيب اللي هي متوسطة الحجم، بالشكل ده كده حلوة. هناخدها نتبلها. زي الفل. تتبيلة لطيفة كده عشان الأناناس مش عايز توابل كتيرة. خلي بالك الاناناس مش عايز توابل كتيره. ده شويه حليب، حلو قوي، معلقه. هو ده الكلام. تدفع كام؟ هو ده الكلام، تدفع كام؟ معلقه نشا. حلو قوي. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. طبعا الأكلة دي ما فيهاش لا كمون بقى ولا كزبرة خالص، ملح وفلفل. فيها شوية زعتر، شوية بابريكا للأمانة. زعتر والبابريكا. ونقلب الفراخ دي مع الحليب والنشا. خرجنا الجميل بيقول لي ليه حطيت الحليب؟ سؤال وجيه جدا. الحليب والزبادي لما بنتبل بيهم اللحوم مدرسة عمل الشاورما بنخلي الفراخ طرية بعد ما بتستوي، ما بتبقاش ناشفة، تبقى مقرمشة وكل حاجة بس بتبقى طرية. زي الفل. الفراخ اتبلت اهي، تمام. هنبدأ نحمر الفراخ دي. نحمرها ازاي واحنا مع بعض كده؟ عندي زيت
تحمير الفراخ ده بنحضرها هنحشيها للاناناس او هندخلها جوه حبيت الاناناس. معانا زيت وزبده، ننزل بالفراخ بتاعتنا. الله، تحميره صدمه. التحميره دي مهمه جدا، هتخليك طعم الفراخ كريسبي بعد ما تغرقيها بالصوص دلوقتي اللي هيخش جوه حبايه الاناناس. بس قبل كل حاجه تعرفي انا نظمت مطبخي ازاي. المحاشي خلصت منها وعملتها، الست الطيبه بتاعت الخضار ريحتني ومقورالي الكوسه والبتنجان. ارص الفراخ بالشكل ده كده واسيبها تاخد الصدمه الناريه، وبعدين اقلبها. نخلي دول هنا على جنب. حلو الكلام؟ حلو. نبص على المحاشي اخبارها ايه؟ بص على المحاشي، شوف الحلاوه دي كده. نجيب الحبات الاناناس بتاعتنا الحلوه دي كده ونبدا نشتغل فيها. مش مطلوب منك يعني انك انت كل يوم تعملي الاكله دي، الاكله دي ممكن تكون مكلفه شويه بما ان حبات الاناناس غاليه سعرها، ولكن انا هدفي ان انا اخليكي تعملي حاجه جديده لاولادك. عايز اشيل الطبق ده عينيا. عايز اشوف الصوره الحلوه مخرجنا. حبات الاناناس تعرفيها طازه ازاي وتعرفي ان هي مش مركونه عند الراجل بتاع الخضار ازاي؟ تشتريها صح ازاي بما ان سعرها غالي؟ هو كمان بيجيبها يعني بيحطها عنده، والله يقول لك في ناس بتبقى تاخد الاناناس ده زي ما هو كده تستخدمه في المطبخ بتاعها، تاكله زي ما هو اخضر زي الفل، تقشرها وتاكلها حسب الرغبه، ولكن انا هعلمك تشتريه ازاي. طبعا البلانشه دي نغيرها طبيعي ونجيب بلانشه ثانيه. اللهم صل على النبي. العب. ناخد دي كده هنا. حلوه قوي. نعرفها ان هي طازه ولا مش طازه ازاي؟ نبص كده مخرجنا الجميل الله يوفقك حاجتين، عشان دي سعرها شويه غالي. رقم واحد، طول ما ده اخضر اعرفي ان جوه حبات الاناناس اللحم اللي جواها لونه ابيض وزي الفل شمعه. طول ما ده اخضر اللي جوه حبات الاناناس من جوه شمعه، مش هتلاقي فيها عرق بقى وتلاقي فيها ناشف وتلاقي فيها الوان بني والحاجات اللي بنشوفها دي، خلي بالك. يبقى الصوره بتبان من الشكل. قلبتيها كده بتلاقي دي لسه طازه، اللي هي الزهره بتاعتها والقطفه بتاعتها زي ما هي كده، ما بتلاقيهاش ناشفه. حلو، الحاجات دي مهمه جدا. ممكن تلاقي ده زي ما هو كده لمده اسبوع مفيش مشكله، مش متغير الشكل ده. فلكن انت تبص الاول على القلب بتاعها من هنا، الخضار من هنا، لقيتيه اخضر كده زي البتنجان لما بنيجي نشتريه العشبه بتاعته الخضراء خضراء، تبقى البتنجانيه جوه لونها ابيض، هتلاقي شمعة الأناناس من جوه لونها أبيض. تعالوا نشوف الكلام ده على الطبيعة. نجيب سكينة كبيرة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي هنا كده. بالشكل ده كده. ده اللي أنا قصدت عليه. نطلع اللحم اللي جواها بشياكة عشان اللحم ده هنبدأ ان احنا نقطعه مع الفراخ، او تاخد نصها مع الفراخ والنص التاني مع فروت سلط ولادك بيحبوه. تجيب الشوكولاة وتسيحيها وناكله مع الشوكولاة. اشيل القلب ده كده. صوت المحشي على النار يجوع. وانا عايز دي زي ما هي، دي كمان اخدها. اللحم ده طبعا هنقطعه، ممكن نعمل رز بالاناناس زي ما احنا عايزين. نفس القصه هنا كده. في طرق كتيره لتقديم الاناناس ده بشكل مختلفه. نفس القالب ده
نعمل فروت صالات ونقدمه على السفره بتاعتنا مع طبق حلويات فروت صالات متقدم في قلب الحبايه بتاعتها. فكره برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت اللحمه دي؟ يا ويلي اكلك منين يا اناناسيه؟ اه خليها كده. اللحم ده عايزه ما تسيبوش. وعلى فكره دي لما ينزل عليه الصوص احنا ممكن ناكله بالمعلقه بعد كده، يعني زي ما بنعمل مع البطيخ والشمام اهو. واخد بعد كده الاناناس اللي انا عملته ده كده في طبق التقديم. اللهم صل على النبي. بيبقى شكل لطيف وحلو. تمام، نفس القصه هنا. واخلي الطبق ده كده جنبي، برسم لوحه انا. بس طبعا الحاجات دي تتعمل في المناسبات، يعني عندنا مثلا عزومه حلوه، عازمه جوز بنتي، جوزي عازم صحابه، الحاجات دي كلها وارد ان احنا نعملها. حاضر عينيا، الحاجات دي وارد ان احنا نعملها مره في الاسبوع، مره في الشهر، مفيش مشكله. اه ولادنا شافوها ببعض المطاعم او الاوبن بوفيه مثلا في مناسبه من المناسبات، الحاجات دي كلها مطلوبه. حلو، الاناناس عندي جاهز. مخرجنا الجميل عايز يشوف حلاوه الفراخ وجمال الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اكلك منين يا بطه؟ حلو، عايز تبص على الصدور؟ هتجوع مني. آه. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده كده؟ آه. نرجع بقى نرصها تاني كده. المحاشي شكلها يجوع. ادي صدور الفراخ. طب ايه علاقتها بالاناناس؟ اصبر على رزقك يا طيب. دي مدرسه، المدرسه الثانيه لا في اناناس ولا في حاجه. تقدري تعملي الفراخ دي مع الوايت صوص تبقى لطيفه وجميله مع طبق اسباجيتي. تقدري تعمليها كمان زي ما هي كده مع مشروم، يبقى طاجن الدجاج بالمشروم مع الوايت صوص. افكاري يعني، انا بس لما تيجي محطه الابداع بضطر ان انا اتكلم، ما اقدرش اسكت. اه مش لازم ان احنا نعملها مع اناناس. طبعا هنسيب الفراخ تتحمر وتاخد التحميره بتاعتها والصدمه بتاعتها، لان في تفاصيل تانية للفراخ دي مع الاناناس بتاعنا هنشوفها مع بعض. وعندي سلطه البنجر بالذره، وعندي محاشي مشكله. لازم نسمع الصوت الحلو ده كده اللي بيتكلم مصري. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمحاشي اليالنجي بالشكل اللطيف الحلو حضراتكم شايفينه ده كده. خدناه رصناه في الكسرولة الإزاز. طبعا في الصوص، في البهريز، في دبس الرمان، في فليفر وفي طعم. كل القصة أنا بحط عليه شوية دبس الرمان كده وأدخله الفرن بقى شوية. شفت العسل اللي نازل ده؟ ده دبس الرمان، كرملة الدبس الرمان، الكرملة بتاعته زي ما هو كده. وادخله النار. حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاشي خلصنا منها زي ما هي كده. طيب نكمل موضوع الايه؟ الفراخ. الفراخ في الفاصل كان عندي بوكيه جرنيه على النار، حطيته على صدور الفراخ بعد ما اتحمرت عشان اكسب وقت بعد ما قلبناها وشفناها مع بعض، وسبتها تغلي شويه هنا كده. نيجي نعمل التركايه الحلوه بقى
اللي هتخليكي تاكلي صوابعك وراها. الميه بتغلي او الشوربه او البوكي جارنيه ايا كان اللي موجود عندك تبداي بيه الحلقه، حطيناه على النار مع صدور الفراخ. هنبدا نعمل الصوص بتاعنا. طاسه على النار فيها قليل من الزبده بالشكل ده كده، مع معلقتين من الدقيق، وننتظر عليهم هسه مع التقليب. الموضوع هنا فيه تكنيك عالي شوية. شفت الجو ده كده؟ اسيح الزبدة مع الدقيق مع قليل من برشة من الزعتر، شوية بابريكا، واقلبها وانتظر على الدقيق ياخد تحميرة شوية مع الزبدة. ما استعجلش عشان لما اكل من الاكلة دي ما تلكمش. يعني ايه يا شيف؟ يعني الناس اللي بتحط البشاميل ني في بعض الاكلات بناكل معلقة واتنين وتلاتة دول شبعنا، في حاجة تقيلة نزلت المعدة. الدقيق لما يستوي زي العصيدة كده، العصيدة لما تستوي وتتحمر مع زبدة او سمنة قبل ما ننزل بالسكر والمية بتاعتنا بتلاقي العصيدة طعمها حلو. الدقيق مستوي، خلي بالك ده مهم جدا. التحميرة دي مطلوبة. هقوم اعمل تركية حلوة، الكلام ده في سرك ما تقوليش لحد. دي معلقة سكر صغيرة طالما انا بستخدم اناناس. حلو قوي. وقلي السكر هنا بيديلي فليفر حلو. عندي الحليب، على ثلاث مرات عشان ما يكلكعش منك. ننزل بالباقي. شفت الجو ده كده؟ مستحيل تكلكع، احنا مش بنهزر. نقلب تاني. كل ما الحليب يسخن معاكي كل ما يديك القوام اللي انت عايزاه. ازاي نعمل وايت صوص او نعمل صوص لطيف حلو لاكله بنعمل؟ ما يكلكعش، هي اهم حاجه الضربه الاولى. اللي انت نزلت بشويه حليب لميت شويه الدقيق الحلوين بتوعك زي الفل. كل ده هيدوب دلوقتي. بعلمك ازاي تعملي البشاميل. ناخد الحاجات الحلوه اللي نازله معانا دي كده. شكرا. ونخليها على النار ونقلب. شفت المطبخ؟ لطافه، بساطه، سهوله، مرونه. ننقلها على النار شديدة هنا كده عشان تطلع معايا بسرعة. وقلب يدوب. أهم حاجة الخطوة الأولى. جت منين الخطوة الأولى دي؟ وجت الخبرة الطهوية دي منين؟ من أيادي أمهاتنا. اتعلمنا على أيديهم إزاي يعملوا العصيدة. بس هقول لك على حاجة بس صغيرة، يعني الموضوع مش افتكاسة ولا نقول لك الشيف الفلاني ولا الشيف أحمد ولا أي حاجة. أمهاتنا اللي توفاهم الله ربنا يرحمهم واللي عايشين ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، لما يخشوا المطبخ يعملوا العصيدة تحط الدقيق على النار وتحط السمنه وتقلب الدقيق مع السمنه. الست الطيبه طبيعي بتنزل بميه وتحط وتقلب. لما تلاقي الدقيق تقل منها في الاول خالص تزود ميه، عمرها ما عجنت منها، تلاقيها طالعه كده ناعمه زي الفل العصيده. شفت معايا الصوص بتاعي؟ مستحيل. اهم حاجه الضربه الاولى، ما تنزليش بكميه السوائل كلها مره واحده. قلبي الدقيق في الزبده، لقيت الدقيق اتحمر زي الفل. هتقلب اقلب كده لغايه لما اديكي دلوقتي القوام واوريهولك على ظهر المعلقه. ايدك هتتعب شويه في التقليب مفيش مشكله. الله على القوام. قوام حريري. الطعم فين؟ من تحمير الفراخ. اللون فين؟ من تحمير الفراخ. شفت القوام ده كده؟ بص عليه مخرجنا الجميل بعد اذنك الله يوفقك. شوف الحلاوة. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوة دي يا شيف؟ كل ما يسخن كل ما يدينا القوام. طعم. تاني.
ناخد الفراخ اللي متحمره دي هنا نسقطها هنا. جيب لي التفاصيل دي يا فاروق حبيبي حبيب والديك. شفت الفراخ نزلت عم ازاي بعد ما خدت؟ شايف الصوص الجميل ولون الصوص اللون الذهبي الحلو اللون البنك الحلو. اه صدور الفراخ نازله مبسوطه ازاي بتعوم في صلصه فيها تفاصيل طهويه فيها خبره طهويه. فاكرين الاكله فيها تشيكن سوبريم مع مكرونه سوبريم؟ هو ده مشروم مع دجاج حلو قوي. نقلب الله على طعم الفراخ. نعم يا غالي. مخرجنا بيسأل بيقول ممكن نعمل الاكله دي بالجمبري؟ انت بقى غاوي بقى فلوسك كتير يا فاروق. ممكن بالجمبري عشان فاروق ما يزعلش، بس بالجمبري دي بقى عايزه يوم في الايه يعني في السهره حلوه قاعده حلوه كده مناسبه حلوه عيد زواج عيد ميلاد نعمل الطبق ده. شفت الفراخ؟ شفت الفراخ مع الصوص اللطيف ازاي؟ اه نجيب الاناناس بتاعنا اللهم صل على النبي يتقطع في قلبيها. ده الاناناس اللي طلع من حبايه الاناناس اللي احنا اشتريناها. تقطيع مكعبات كده بالشكل ده كده اهو. طبعا ده لما ياخد غلوه دلوقتي مع الفراخ ويجي تحت سنانك كده قطعه فراخ مع قطعه اناناس واخده الصوص اللطيف الحريري اللي انا عملته ده كده زي الفل. بنخلي شويه نزين بيهم والباقي نسقطه في قلبيها كده. حلو السؤال ده يا استاذ رحاب، جميل ينفع بالبرتقال، اكله مشهوره بط بالبرتقال. شايف انا ايه ده؟ انا ناس يا ناس اه يا طيبين اه اه. شايف القوام بتاع الصوص؟ شايف الجمال؟ شايف التكنيك من البدايه ازاي؟ وانا بحمر الفراخ راسم ومنشن على الصوص اللي هينزل من تحمير الفراخ اعمل بيه الصوص ده كده. وانا بتبل الفراخ منشن ومركز زي ما كان يقول طبعا الفرعوني الجميل الكابتن محمد صلاح يقول لك انا بحلم وبشوف الجون قبل ما اجيبه. الكلمه دي لما كان الاستاذ عمرو اديب انا عامل معاه حوار كانت حاجه لطيفه جميله جدا. انا نفس القصه والله العظيم، انا بشوف الاكله قدام عينيا وانا بشتريها وانا بشتري المشتريات بتاعتي بشوفها قدام عينيا. اهو 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 ناخد ده زي ما هو كده على فين. يلا نتدلع بقى شويه. يلا تعالى اه بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفراخ بتاعتنا. يا ويلي ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. دي اتملت ناخد دي كمان. وننزل بالباقي في النص. الف هنا وشيف للي ياكل. دي عدلها يا مغازي شويه سباكيتي بيضة مسلوقة أو بالطماطم مش هتقول لأ. رز أبيض بسمتي تبقى لطيفة. برضو بقول الكلام ده مش كل يوم في المناسبات عشان ما يقولكش الشيف في تبذير. حبات الأناناس دي لو جيت ساعات ناس بتجيبها والله العظيم بتشوفها بتحطها في البيت لغاية لما تدبل وتنشف. لا احنا اللي كلناها ولا احنا اللي استفدنا بفلوسها. تعالوا نعمل مع بعض سلطه البنجر. هشتغل على نفس البلانشه بنفس السكينه. هنعمل سلطه البنجر بالذره. نشوف نعملها مع بعض ازاي بعد ما اقدم الطبق ده في مكانه عشان مخرجنا الجميل عايزه بشكل حلو. ايه رايك في مكانه كده المركب الحلوه دي؟ اه اللهم صل على النبي. هطلع المحاشي عينيا. حاضر يا غالي زي الفل تمام اهو. ده نعناع زي الفل